السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا كسود وهذا برنامج كارح ونقد يارني ما دحض حسب جا وعد يوداني وورصحافة منطقة قمانية مقارة لندن يجو رنتي كحن فلك فاشحون أي حسب جا كل مية كلك عين قدوميها مشرح مدحونا حسب جا وعد جمال الحسين. داود يا كسود وهذا برنامج كارح ونقد يارني ورصحافة حسب جا وعد يوداني كوقبتين مقارة لندن وحي قرف الرياح ما دحض حسب جا ودنا يعود وقهرين كسر هو سعيد عمر وأخ حبين حسبجا عوده يو أفهين كحسبجا وطني قاسم محمود شينا وأخ قدومي حسبجا عود يو قدومي كحجين كه كنديت حسبجا وطني وقهرين مركور واد سلامتين وقت جينا قال جاو روتين هنا حفلتنا قال غيب كشان وقهرين سعيد سيد وركتها فلك فاشحون حسبجا كل مية أي كلك عين مشرح مدحونا حسبجا وعد جمال الحسين أي كتشوشي يعني إنه صعود الكتب قبيلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لغمان عادي آد بعض أمها سنتي هل كان حك سلامة دوا ضياشة داون دونا محيتي والصحافة ذات كان رونانتي فلكا إسقى وفل عادي آد وفل حمبوها وعمباريننا عادي آد بانو عمباريننا وحوي سومالا وحي كوسو هالما شيء وحوي دجناشيو دجناشيا سنو حكيمي وضتشي احترام يكالا تنبين يشرع والله الى ليو رونهانتي واحد مودا مانتا انو كل مية وسيح حبسي بنايو انو دالكا ودوناي انو كما مولو انو عدكاس تبع عبوريو او صحافة ديو عبوريناي واد اكتهين ورياشا لحري أنا هبايراتي يقوم وحب الله وهاي سان كل كم حكم دل سوتة جينا أن وحلق عدي أنا شيرين كحبسية دس كتيرة وكور هاي سان فلكي كان كهري ما ذا حدا حسب جوعد لو جدي ذي ما ذاك هرجيسة وح يسوون كبسي درابة مالتي دويد أي دونا يين وفت جوعد إن أي حفيس ذا يددوينها تاجراش حسب جوعد قبل كقبيلة أتغان إلى جعلي كنترولها. تاسي وحي كيني سا وحي إسواح سوس سي. لبدي كوني اللحدي وقتي أيا وحي شرتي الدولة دي داهر ريالة أيا وحي وسير الداخلية ها إسماعيل مركا أمر بوك وكوسي قبل كقبيلة إلى جعليو حسبك كل مية حسبك كل مية شرعي مي لالين حوق بيكو قلين. رونا هانتي أنا قدرت كأطرينا شرعية إلى علينا دجنا شها إيو تلكنا أطرينا رونا هانتي أنا وحكومة نجلي لكن هل كمان قصون قنعي وحن هل كم باق وقصو شيدينا قلها وكيلة الصومالي لان وحن كلا باق هل كنا قصو شيدينا قلها جورتي ذا وحن باق وقصو شيدينا أقويها كا waxaan baaq u soo jeedinayna odayaasha dhaqanka wuxuu keenay doona rabshado rabshadahaasina dalkani waa dal aad iyo aad u daciif ah ma qaadi karo marka waxaan rabnaa hadii ay xukuumadu aanay kula jirin arrinkaas inay saacadeyso dadkii falka geystay ee ka celiyay madaxda jeel kuma jiraan madaxdu oo lama oran maanta Jamal Cali Xuseen Dawal waa waxa weeye waa nin jeel ku jira وأن المشرح بريتنا مدحونا كان نقول كردلك إن لقى عليو أما دقائق صلا إلى عليو تين وارا نص شرم بالقاتيو أي حدان طب تنا إذا هن ملة بمتي كريس لكن قف كي أو حرة أو موادنا أو حقوق ديس الشرعي كأي دقة يسو إنه شر القبان كرو إنه ضد أركي كرو إنه ماشو دون بوقن كرو إن حرية دلقة هذا آدي آد بي وحنتها آدي آد نوع نجحونها حنا شعلها هي إن دلك اللي دتشيو oo nabadgelyada lagu soo dabaalo haday nabadgelyada ilaalin waayaan xisb al-haakimku waxaan filayaa wixii iyagu sameen jireen inaan anagu una sameyn doono haday lahayd maxay u cuskadeen sababta ay ugu joojiyeen gabeelay musharax madaxweyne xisbiga jamaal maxay tahay si dawladdu ilaa hadda ma ka hadashay dawladdu ilaa ma haddada wax wara ay ka bixisay ma jirto waxa weeyaan labada jeerba amaradu toos waxay uga yimaadeen madaxtooyada maalintii madaarka inaan ba eediska qaatay يريم المحيطين مدارك تشوقي ويري أنا جو حبل لي مسوي شيء لكن وحنا وجن إن أمركو ومال سركيمي أو توس ومدحتو هذا ويمي تي دور رد علينا سداس اللي أجبي هيد
waxba lagama waydiinin gudoomiyaha gabeelay in loo diiday loo ma sheegin odayaasha dhaqanka gabeelay loo ma sheegin waa kuwi shalay tacambaareeyay ka cambaareeynaaya TV-ga ee lahaa aad iyo aad baan uga xunnahay reer gabeelayna waxaan leeyahay idinka wax eedo laydiin haysta ma jirto لكن حكومه اي ارنكي دولتا لا وين حكومه بل عدي سو بل شرعيغا دغايه دستور كا سومالان وانو نقانا ان دستور كا سومالان و خو دغايا انو اسكبا داف ددك مخاي هيتاي مشرحينتا اما اسكبا داف حزبيه قرانكا اي لو دورتي دلكن اني كو الااليان حكومه توبتا توسنه قفكه موادينكا ايا لو ديدي كارين حريتيسا لا قادي كار ان يمكن وحن جعلينا ميكروفون كو ديبو ان قاسم ادن افياك حزبك وطني أدو سيادة وركت أرين كان فاشحون لا يمحتك جواب سه. بسم الله الرحمن الرحيم وحان سلام قالية ودريا ورباهين تسومالي لان مدح بنان كنتي إن أن ما أنت شرط رأيت كنا مسح ورسحافة ذات كنا كوكا بنو هول كان كوي على مجلة لندن وحان كله أو أن يجنا سلام قالية ودريا دادوينها يا شعب كسومالي لان داوان دونا يجونا شرط رأيت كن وحان هاي قاسي لعدن سلبان أفيان كحسب جوادني يوكي رونهان وحان حسب أهان عادوا عن بارينا فللك فاشحون بريهن ذنب أي لصوب حدا حكومة دي كلمية تاس أو عن أركينه إن عبرين حوجله أي كسعة ودنك سيدا أو كسب سين يهوا شرط رأيت كنني أرنتن لقولك عي حسب حاك حسب كم ده حسابتي قرنك هجامية شودي أو لقيا ببريتو إنه نقض هجامية وطن وحوي وفل آض فلحن وعن بارينا هذه أنا نهاية حسب جوطني وحد مدة إن ما ركتي أي كلمية حكومة كلمية ما أنت تلا ده هيسا أي وحي أي شليته كقولوا لينا سي وحي أي شليته كعبنا سي وحي أي شليته ضد كقرة عين لوجت هاجر عتك لوجسية انتي بقى إن يجو ما أنت أي شبينا يام بدو كدا وح عن شككة تاجنين وشعبك كده صونين هذا واحد اللي هو حكومة دويان حسب كلمية الحكومة دوحة ما أنت هيستا حسب كلمية ماها وها هيستا رجع حسب كلمية هين أو تربضن وأنا قلت جو دي فلنت يقوله هو ده حمد كوتشرين أي وسيرة ده أو كوتشرة مرك رجعس أو أي مدحوينه سقو إسكي أو مجا عابي ماشي أي كم مقيهين رجع أسوه هالجمع كلمية رجع وحص وقبتي رجع أنا ما أنت كل حساب تملين حسب هان وحي أي شليته أي كده واقعين arintan lagaga joojiyay jamaal airportka oo arin foolxun weeyaan waxa wax la la yaaba ah jamaal cali xuseen waxaan la soconaa shacabka reer Soomaaliland baa doortay xisbi ahaan bay u doorteen xil ahaan bay u doorteen wasiir baa ka horeeyay xirsi la yiraahdo ka soo dagayay airportka waxaan la soconaa xirsi sidii loo soo dhaweeyay baan la soconaa xirsi Soomaaliland ma dooran waxa doortay siilan ayaa doortay oo xilka u dhiibtay kaligiisa doortay ma aanu dooran anagu sida awgeed inkii codka la siiyayna la yiraahdo ma soo degi karo lama soo dhaweyn karo looma tagi karo nin qurhi doortay la yiraahdo xataa diyaaradiisi baa la sawiraya airportka umadii oo dhan lagu siidaayo aan la controlin xataa amniga dadkaasi waxa ay wataan waxay noqonaysaa wax taariikhda gala wax lagu xisaabtamo xukuumadda maanta jirta iyo kulmiye labadaba lagu xisaabtamo wax shacabku ay indhaha ku hayaan oo ninka sidaa ku taageera uu yahay nin aan runta sheegaynin ka fog xaqiiqada wadanka ka jirta dana kale iyo muhiimad kale iyo danaysi khaasa u socda inuu yahay taa waxaa xigtay oo ka dambeysay imaatinkii Cabdiraxmaan gudoomiyaha baarlamaanka oo la socono uu imanayay xisbiga wadani ahna gudoomiyihiisa tii ka dhacday bay noogeen in la qabqabtay habeenkii dadkii soo dhaweynay in la go'aamiyay in airportka loogu tagin waxaa nasiib wanaag oo sharaf ahayd in madax dhaqameedadii wadanka sida la socono boqor burmadow oo kaalin weyn ka galay arintaas la'aantiisina aan qabo in meesha foolxumo aad u weyn ay ka dhici lahayd waxaa taas soo kala soo raacday arintan kale ee jamaal lagu la kacay loo diiday inuu gobol ka mid ah gobollada taageerayaashiisi iyo xafiiskiisi iyo xisbigiisi uu socdo laga joojiyay de historiga maynu arag wadan baynu ka soo cararnay Soomaaliya la yiraahdo oo nin dictator oo military haysto weligeed saraakiil sare iyo nin sare toona lagama joojin wadanka ninka looga boqo inuu fakado meel kale aado dadariska loo diidi jiray wadamada gobolada kale la diidi jiray inuu aado laakiin gobolada wadanka looma diidi jirin waxaan qabaa
أن مدحوينها سومالي لان أحمد محمد سيلايو أو أح نوايا أرقة وحنو ملانا يا تلا داسين إذا حفيز كيسا كصوبحين لكن ولا ليريرو آدو دير ديرين أيه وحفيز كي بريهم كو ولاقان أيه إن إنما كاسي تلا دقو آن كيد ليهين وآن كل مينا أن لغو إيادين كرينو تلا دلهين لكن هدنا هاو قادو كل مية وحي ماشا كدعا وحي ما دبا إيقو باقا دايه iyagu waa inay xisaab tamaan iyagu waa inay saxaan xukuumadda tan magacooda ku joogta meesha sheeganaysa talaabooyinkooda iyo ficiladooda ee run ahaan dadku kaga yaacayo ee ku luminayaan kalsoonida dadka waa inay ka fiirsadaan een saxaafada caburinteeda kamida waxyaalaha maanta taagan oo in la socono saxaafadu waa ta wax sheegta weeyaan waxa ay sheegtaa waxa aad ku khaldan tahay bay sheegaysa waxaan la joojiyay een auditorki wadankan aan shaqeynin maxkamadihii wadanka ayaa sidii la rabay aan u active gareyn auditor kiban controli karin wasaaradihi waxa quri ayno maanta haysanay inoo hadla waxa weeyaan waa saxaafada xorta weeyaan een saxaafada xorta ahaydna hadii la caburiyo wariyashoodii la qabqabto la yiraahdo maxaad wax u sheegaysan maxaad halkan u marteen maxaad kan sawir uga qaadeen oo wax fool xun weeyaan waxaasi waxaynu aynu doonanay maaha waxaynu dooranay maaha hadii aysan xukuumadu talaabo degdeg ka qaadin arrimaha aysan saxixinin ha ogaato in aan laga yeelaynin loogu imanayo meesha ay fadhido kuwa horaa loogu tegey tanna waa loogu tegayaa waxaan idin leenahay tallaabooyinkiina iyo actioniskiina ka fiirsada axsaab qaran baanu nahay shacabka taageeradooda ayaanu haysanaa ma aha idinku waxa shacabka taageeradooda haysa qura xisbi baa tihiin xisbi xaakim baa tihiin nala mid baa tihiin xukunkii baad haysaan xukuumad baa xukunka haysa waxaan idin leenahay tallaabooyinkiina ka fiirsada wax kasta oo xisbi aad xaq u leedihiin baanu xaq u leenahay tala qaran baanu qaban karnaa dood qaran baanu qaban karnaa waxaanu samayn karnaa in waddankaanu ku soo haagi karnaa waxa khaldan baanu sheegana taasaanu xisaab u nahay taasaanu dadku noo doorteen haddii aanu intaa u qabo weynana dee dadku codkoodii way nagala noqonayaan waxay tabashada dadka ah waa in la tixgeliyaa waanu dhegaysanaynaa dadkayaga waanu maqlaynaa cabashadoodaanu tixgelinaynaa wixii ay noo sheegaanna waanu qaadanaynaa waanu shaandhaynaynaa wixii aanu u aragno in lagula xisaabtamo xukuumaddana waanu keenaynaa waa taa keentay maanta in shacabkii reer soomaalilan oo dhan gudo iyo dibadba uu diyaar u yahay in dood qaran la qabto oo xilligan ay tahay xilligii dooda qaran loo baahnaa oo aynu isweydiino war xaggee baynu u soconaa war warbaahintii baa la xidxidhay ma waxaad leedihiin aan laga hadlin taasaynu ka hadlaynaa war madaxdii xisaabta qaranka ayaa soo degaysa oo la diiday inay soo degaan oo lasoo dhoweeyo warda taasaynu ka hadlaynaa ka xisaabtamana waxaynu ka xisaabtamana oo diididda aad u diiday gobollada inay aadaan baan ka xisaabtamana maxaa soo socda waxa kale aad soo wadaan dadku way idin eegayaa ishaanu idinku haynaa waxaan u malaynayaa inaan laysu dulqaadan doonin waan dib laysugu dulqaadan doonin ficilada xunaad ku kacaysaan waanu idin ixtiraannay waanu idin wanaajinay waanu idin sharafnay weli cay iyo aflagaado iyo sidii aad idinku u kalumaysan jirteen weli u kalumaysan mayno waxaan qabaa biyaha dhiiqada leh aad ka kalumaysanaysaan inaad biyo nadiifa u bedeshaan si sareexad leh aad xukunka u haysataan inta xilka idinka dhiman aanu idin kala wareegayno aad intaana waddanka si fiican u maamushaan oo aad ka joojisaan waddanka qaska qalalaasaha iyo hawsha aad ku wadaan tani waxay noo fasirasaa inaad kontrada soo qaadateen in waddanka meel xun aad u wadaan oo aad rabtaan waddanka inaad khalkhal iyo aad dhibaato gelisaan waanu cambaaraynanaa falalkaa ka dhacay oo dhan xisbi ahaan baanu u cambaaraynanaa waxaana qabnaa waxaani wax shacabka reer soomaalilan ee miirka qaba ee caqliga leh ee cilmiga lehi ay dhegaysan karaan oo ay arkayaan weeyaan codna sidaa laydinku siin maayo waxaad samaysaan isa saxa haddii aad sisixu weydaana de wixii meeshaa ka yimaadee fool xumaa idinka unbaa dembigeeda qaadi doona wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu iminkana waxaan mikrofoonka insha allah tacaala ku wareejin doonaa maxamed jaamac koodbuur oo ah guddoomiyaha xusbiga ucud ee uk siyaad u aragtaa falkan fooshaxunle ee xukuumadda kula kacday gudoomi musharaxa madaxweynaha xusbiga jamaal cali xuseen ay kaga joojiyeen gabiile bismi illahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay luqmaan marka hore waxaan ka salaamayaa halkan ummadda reer somalilan gaar ahaan taageerayaasha xisbiga jaaniskan aanu ka faa'idaysanay waxaan doonayaa inaan halkan tacsi uga diro ummaddii waa sanad guuradii maalintii ka dhacay shilkii xumaa ee foosha xumaa ee ka dhacay xaafadda axmed dhagax waa sanad guuradii koowaad marka halkan waxaan doonayaa inaan uga diro horta tacsi oon leeyahay ilaahay kuwii ku dhintay halkaa ilaahay u naxariisto intay ka dhimateena ilaahay samriyiiman ha ka siiyo arrintan xukuumaddu ay ku tallaabsatay mar labaad waxaan doonayaa inaan si xooggan u cambaareeyo
هاسيدي حكومة دومانتا وحوات عندنا كما قرصونا وتدى هاي سنة وحكتوس ساعة إن أوتالكا شيتا كانو قاسكالو تانو حنملاين أنا عدكية لينين إن مركو حن دونينا شعب كرير سومالي لان إنانو أرنتن إن إمكاد عدي يوحيا بكحونا وأرجنا إن صوودان إن كدكتونا دان إن ككعان أويدي دان وايو إن حكومة دون إنتي ردا حلك هاي سي وحيا بها كوك عدي إن وحيا بها يوم بدأوا جيستي هديل أجو سيب الصحافة إن مدى حبنان إنتي أي حدي إن يو إنتي إن أوج إيجارسي سي هدي مدى كالدوان إن ترد هذا مركز القياس وسيدي هرب صاحب كوش شعري ويكبر أنت لواتن كيس سنة سومالي لان ترتي إن أنت حكم كاي أنت كوريس أنت الحري مركز آدي أدبانو عم بارين إن أرنتن فوشحن يكوك على حكومة إن يقو أي كوريس تاكتين مشرح حيجي حسب جاوعد جمال علي حسين إنه قاله قبل كم ذا مقال كم ذا مقا إن تلك سومالي لان تاسو أنا أتجي إن الشقق حسبيغا ugu tagayay aan ugu tagaynin wax kale oo nabad galiyo ama bade in Soomaaliland wuxuu keen kara haba yaraate shaqadiisini qabsanaayay ayuha isaga iyo waftidi la socotaba marka arintaas in arin aad fool xun aad u cambaareen in weeyaan waana markii labaad san horeba uu yiri airport kana waati ka dhacday in taasna waxa ku tusaysa caga jiglaynta iyo caburinta ay keentay inay wax kasto lid ku ah sida wax wado ama xukuumada ay aadaad saarto wad la socotaan in suxfiinti imka la iska xiray in badan ba xisbiyadana siiba gaar ahaan u cid waxay ku haysa pressure in aan la soo koobi karin oo ay ugu talagashay in aan haba yaraatay wax laga sheegin in iyaduna sidaynu la socono in xisbiga siiba waxaan leeyahay xisbiga kulmiye sidaynu la socono in markuu mucaaradka ahaa wuxuu sameen jiray in yara shaduu geysan jiray iyo sidoo ku doonayay xilka weyn wada ogeyn haddana waa loo dul qaadan jiray xukuumadii markaa joogtay way dul qaadanaysay in anagu halka ma aanu gaarsiin ilaayim kama aanu gaarsiin waayo dalka iyo dadka ayaan u tureynay waayo waxaan ognahay haddana halka gaarsiino inay xukuumada maanta talada haysa aanay dul qaadkeedii lahayn oo khasaare inta ka badan ka iman karo laakiin waxaan maleynayaa dadka iyadu doontay ayadu codsatay in la isla gaari doono in waxa dalbatana ay naga heli doonto marka waxaan uga digaynaa arimahan oo kale inaanay mar dambe ku kicin oo ay masuul muujiso maadaama xilki hayso xil umada uu hayso anaguna aanahay mucaaradkii xisbi qaran in aan xaqna u leenahay inaanu dalka meeshaan doono aanu tagno hawsheeda ka qabsano in waxaan maleynayaa inay tahay sharci cusub oo ku soo kordhay sharciga oo hore ugu jiray in maanta la yiraahdo magaalooyinka qaar ama dalka fiisayaal baa loo qaadanaya taana waxay idin tahay hore u sheegto dabadeedna anaguna waan sameyn lahayn arrinkaas fiisa waan dalban lahayn waayo marka la eego minkii in duq magaalada ee gabiile in markii su'aal laga weydiiyay arrinkaas waxaba yaraatay riisna oo ku saleeyay ujeedadii lagu diiday Jamaal Cali Xuseen iyo waftigi mu sheegin sharciga laftigiisa markii wax laga weydiiyay in taana uu ka jawaabi waayo ku markaday marka wax sharciga ku jira ma aha shaqo san horaba uu sheegayaan wadnay marka haday sharci cusub tahayna waxa fiicnaad inay horta baarlamaanka Soomaaliyaan marka xukuumadda mar labaad waxaanu leenahay inay arimaha caynkana ka waan tooban in sanad iyo barba maamulaha uga haray xilki waqtigoodu waa iska gabagabo marka sidan wax u maleen ma inay cod ku helayaan umada umbeysa si naxsiinaya marka waxaan umada reer Soomaaliland aan farayna in sidan u dul qaadan mayno rajaynna mayno in mar labaad codayn toontaan oo inagu soo noqon doonaan in ragii kulmiye soo halgamay inta badan dabadi ka joogan xukuumadda maanta laakiin haddana dawa wa xukumadihiin xisb al-haakim ki weeyaan marka hadii in madaxweynahi dalku talada hayay in ragii ku harareysna ama cidii ku harareysna ay tala xusiinayaan waxaan maleynayaa de mas'uuliyadeeda waxa qaba xisb al-haakimka marka iyagu inay bal tala wanaagsan siiyaan oo tubugu noqdaan oo adiga la taliyaan
ويراهدان سيدنا هنا في عميسو هدي تلك وقتها قالين دين فود اللي قلينا كييل مينو ونطل غادن مينو توت قرن ويدا عيسى ولقد تشنيا هدي أمدو عرقتين أنا ينفعي نسيد وحو وذانا ولكن تشن يكو ام بلغا غاريا اما ديدا اما يالا ان تلكن ولو سو هلكمي حق ديق بدن با كوتاتاي مدن با الى شنيسا سدا دونتان كيهلي ميسان سدا دونتان كيهلي ميسان ولا الى شنيا حديدانو غولين ان وخلدين شيغنا دو حنا ملينيا ان ايدن كو اسكا سارسان ما ايانو ملينيا وا ما سنت اني ممكن واحد ميكروفون كو ريجينيا كنديد ودني او اه قدومي كو خيغان كحسبي ودني أيوكى سيد وركت هذا فلكم فاشحون لحكومة دكولا كعدي مشترح أحمد حمينا حسب قال جمال علي حسين إنه لود يدا إنه تجا كبيلي يوريا شحرا إلا حدا رئيسا لو حدا يوح شرع على صور تجاني شرين بسم الله الرحمن الرحيم الله هو ما صنتهاي ستح ذي ما أنت وحوي وحاول أحسن هدو كل مين نقضه هدي ويع نقضه هدي وضن نقضه وحاك سهرا مسؤول ذاك سهرا wixii aanu tv-da ka aragnay oo media ka aragnay oo hadalhaynta ku aragnay oo jornaalada ka aragnay ee qabsatay ragan muwaadinta ee madaxda ah ee la doonayo birri inay wadanka hoggaamiyaan oo umada hantidooda iyo shacabka iyo dhaqaalahooda iyo dalnimadooda iyo dignitooda inay ilaaliyaan in lagula kaco oo la yiraahdo adiga maya adiga ha adiga may ma waxaanu dib ugu noqonaa 200 sano adduunka wax uu ka tagay inaan maanta ka sheekeyno waqti isaga lumin xilliga hadda UK aan joogno waa 19kii weeye xaqii Soomaaliland waxa weeye waa waanu garanayna waa labadii habeenow weey waxaan taa ka oranaya in umada rag iyo dumar ee mas'uuladaas ee qaranka u taagan inay wax ka qabtaan in nabadgelyadooda sharaftooda ee aqoontooda ee dadnimadooda in lagu ixtiraam kibir uma tagin ee meeshan hadda arintan ay ka dhacday ee Gibeley waxay u tageen إن أمضى الله صور شكايستان إن أمضى صور وعد القليان إن أمضى صور تسان برامج كأي وطان قور ما يوذن من دي ما يوذن نباتة ما يوذن بيبا ما يوذن كارا ما يوذن من دي ما يوذن وحي أسعودين وقت بي كل ميا شدال باقو بحي برامج بي وطين وقت بي اسكسو قوي إن لا يرى هذا مقلي كرتان ننك مقرانا سايشاك محيه هيد أن وضا كودان لي أما إتوبيا هنغضو أما دالك كالي نقول دونا أي تغان waa wax aanu ila hadda jawaabteedii ma hayo hadii ay jirtana waxa wanaagsan in ay xukuumadda ay ka bixiso magarana saayisheeg waa kursi baa looga fadhiya in magarana saayisheeg ay waxay arintaasii ay ku dhacday ay dadka u sheegto wadankii maanta wuxuu baahan yahay waa dad yar baan nahay qaarad yar baan nahay ilaahay dad aqal badan oo magarana saayisheeg wax garanaya ilaahay siiyay dadaalaya meheradooda guryahooda laamiyadooda hantidooda ay jeebkooda aqalagooda ku dhisteen waruuxan waa laga tagaya xukunku waa isbedelaya maalin mid kala imaanaya yeenan u noqonin example in ay noqoto ka nasiib ka nasaar ka nasaayel ka nacaan ka yeel waxa wanaagsan ma wixii dhiba dawladda cid kala hadli mayso wixii foolxumo wada musuqmaasuq wada qabiilnimo wada magaranaysa ay xasho wada cadaalad darro wada ninka doonaya maanta inuu warwaan la daawanayo UN baa jooga waxa jooga caalam baan la jooga hoteeladii baa laga buuxa jawaabteeda bal waxaan u maleynayaa inay iska tahay inaad maartanta soo fadhiistaan wixii aad ku qoosteen aad dadka dhaadhicisaan haddii aan jirin de muwaadinka xaqiisa la siiyo waxaan rabaa inaan taabto nimankan magarana saayishag miidiyaha ee wadanka joog waa nimanka aan kala socono wadanka waxa ka socda ee waxa ku soo kordhay waxa ku soo dhaca haddii qofka uu mistake sameeyo oo sharci darrada magarana sa wadanka uu ku soo kordhiyo oo xumaan ku soo kordhiyo yaas masuul ba wada ka diino dawladdi ba tiino waa leadiibtay kumeeden maan aqli qurux awood inaad dadka ka ubad badan tihiin waxaan lii keenay waxa weeye umad baa idii fooday waxay idiigu fooday inaad meel wanaagsan dhigtaan haddii qofku uu qaldan yahay inaad aad qabataan haddii uu sharcigiisii iyo hawshiisii aad maaratay uu dulmi ku galayna dee waxa weeye waxa aniga u maleynayaa halkaasi wax badan in idinkaga lumaan mooyaane waxbay idinka kordhi maayaan ilmaada reeyaal waxaan dooranayaa cagaha wadanka u dhig waynu soo soconaa waynu soo soconaa waynu soo qala abuursanaynaa laakiin haddii sheekada caynka tah si ay wadanku ugu soo noqonaa wax u gashanaa waa man baqaynaabe haddii la yaa idinkii uu hadlaya ma waxantideenii iyo systemkeenii iyo caruurteenii oo jaamacadaha fuud u saaray kasoo baxaan habeen maalin waxaan ku dhahay wadan baan isnaa ina mari halkaas ka wax barasho wanaagsan halkaas ka dhaqaale wanaagsan halkaas ayel haddii madaxda caynka loo galo ardayda maxay noqonaysaa
إنه ما أقحيد إنه أنا سؤال جاي سنة حسبي هذا بحال معها وحوي وادد دوني أنا بري كرسي دجال وريجان دوني أنا وادد حكوك كرديان هدي وقت جينا قالوا ما كنا سانو يلا كنا عين كنا يلا كان ما مر كرايو كنا ودوسي كنا وصعنا يا وأوي سنتا شقة دي قلت نم إنجليز أنا ولا شقة يا وحى يجيري yesterday I was watching يقول يري شق برنامج شراء أدنى أقول لهم دولة سومالان سدح شرب أنت جاي يجيري وحنا شقة يا بيجير وول بنك ميشي كرتا صوتي كود عضي إن مجرانا سايشة عرمهاسي أي صون ونغضار ومضحضة مجرانا سادتك كندتك أو فيوتشر كماشي جو حسبيل إن أرنتا سي كود عضو وحوي جواب تيدو وحوي دولدو يا مسوكا هدي مجرانا سايشة عرنتا سي أيد عدنا وحي هذا نجا إن النص وشيكتو أرنتا وحي كود عضو إلى هذا جواب تيدو ما هي نان كوني وواحد عوي بان كوني أرنتا سي إن صحن الدولدة اللغة فردية إيربور كان كهالي ninkala yahaado ii sheeg in Faisal Cabraabe iyo ninkala yahaado ii sheeg muxuu ahaa Ismaaciil Ciirro iyo Siilaanyo waa nimo muwaadin oo wadanka ku dhashay maalinba nimba imaanaya airport kasna qof kasta uu furay hadii shacabki ay magaranaysa ii sheeg ay doorteen inay halka ay imaadaan ay dadkoodu ku soo dhaweeyaan ay meeshii imaadaan war airportku waxa weeyo nuqaan hadii aad ka baqaysaan dhibaato deerba male aad ka baqaysaan looda marta bisadaha mara قف موادنا أو ماشيس إلى شنا يعني إن يقدر هذا إنسان ماشى لبال لمانا يا إن يرو أضي تدوات كثيرة أو وطن كل حكاية هلا يقال لي مسوا شيء جن أرين تاسي أنا جا تي في جهبين كواسك بختي إما يقلين وعسيد مقرنا سكوبات بس أنت قلت طلب بلابو لو رجلي هذا أنا نقولين وين لو قلت تجا ما ماشى وقرن قرن كنا أدونك وحنو كيبيننا نبت قليو وحنو كيبيننا دد ونكسن وحنو كيبيننا سياسيين ونكسن وحنو كيبيننا مستقبل ونكسن وضن كل جوس كريو وحنو كيبيسننا إن أنا وحول بهاي سنة وان قبصن هذي الدولة دي حسبية دي سوسي على فيوتشر كبرين نقول الله ساعة نقدان محمد كيبيننا وروينا الحساب تنا يو كي وادرت وعائل وحدون كيبيسا دك بيسوق جلسة لبد دولة دو يورو ومساكينها تك صفر مية وح يو كي نساء وح عالم كنا دعينا ساعة أفر برا عذاء سومالي عرب إيشيان ديس ده وحكوها مرتواصة أنا كقاضم وين ده كل الداعية ده كشقي سنة يهنتي ده وتقدم كتشوق أنا وكأنه عرب الله شقي هبين مالك شرطة وحي حرين حولان لنا بضان لنا كاريا وحن كأيبيا وحينويا هذا عن كأركان ده وح ينافر المجرتو هذا الكو حن كجبه حياة دولا هنو لوك أود شيء يعني شيء ذنن وحوي قف قصته ماشى تشوف أما الدولة هاو شقية أما بيزنس مان ها هذا أما قف وطن كتشق هذا حقوق دي السائل ما ذي ريال أو هكون قرينا مذاح هكون قرينا مقرنا سشرف ديراد عد أنا هو هدو عاوي راكين ديدو شرب ينوتش وانتجيه قرن ما يوضن من حنك الدولية هدو وين أقوى ضو أم كون ده وان سود وينية وان دقي السنة حسب كنا عين كاسو خلاه ساسن كعب حياة مت أن قرنو أن استعيرنو أنا أسكت سو لوين أنا عين كان يلا. إنه كبرنامج كيني سو جوابيننا سو جوابيننا برنامج كيني قاسم هذا حد طلع جود سو كذي نسوي ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صنت هاي نادي جوسو على السيت وهذا السيت وحي طلع يعني كذي نيو. حويا شرع بينولان هاي شرع جاينا كل حاجة وحن قات كينا يعني شرع جل رفعه. البرلمان كودن كبحنا سو كذي نيو يعني شرع جاي لاليان يجا هيدي وجوس الرئيس وودن ك. إن الحكومة دكوا إلى ليان تلاعبون كقاعدة يسوا، إن أينا كبحان كلا قيب سنوات هي حساب تحل كرخونهان ودن كوا بهاي عدكوا دعيو مديان ودن ك دنتها ودن ك أيوة مديان أنت أي سرعة دي سنة يان دن شخصية سرعة دي سنة يان قطب ككلام لي وحويا، إن هدي شرعي أحان شرعي ينود جنو ورانا يه إن حساب السياسة دو أما مدى حدوده مركي إيميل تجسوا. وأنا إسوسودي وانجليان أما إسوسوشيعان هدي أيليهن سيد إيربودا ده كدهها قبلها ما لها سكرتو أو شرع إنه عاسشرو وما ده حقرن يقل فانتو ده وحلوجة بهاي هاي أنا الشرع جا إلى ريان الشرع جا دوران حنودي سو تشيدنا هدي سيستم كنوع عاسشرو أقرشة عاسشرو أنا ديدن كنا أيضا ماشة كدك دقين يا دوار بحين سكوه الرئيسان ما ده حقرن باتين سيد ما ده حقرن هذا صعوتان ديدن كلا فانتين waydii noqon niman habeen iyo maalinun iyo xilli aan loo baahnaayn gudaya ama gooreynaya warkiina la maqlo loo sii diyaar garoobo xukuumadda meesha ka jirtana aad u gudbisaan fariimaha aad u sheegtaan si ay taas u xidho loo ma soo sheegin
sababtoo ah markaad fiirisid hadda dibmaa qaran oo sharci inay tahay laakiin waxa muuqata airportka markii la yidhina waxaa la yidhi nolama soo sheegin sidaa awgeed airportka u ogolaanmayna inay soo galaan madaxda qaranku gebiley markii la tegayna waxaa la yidhi nolama soo sheegin sidaa awgeed xisaabta qaranka u ogolaanmayna inay gobolka galaan marka hadda sharci dastuuriya hadday tahay sida ka muuqatay ku doodayaan waaba sharci bayba ka dhigeenba haddii taa lagu wada heshiiyey madaxda xisaabta waxaanu soo jeedinaynaa inay sharciga u hoggaansamaan oo ay raacaan sharciga oo ay iska horreysiyaan fariimo xukuumadda u gudbiyaan meesha ay tegayaan iyo socodkooda si loola socdo sababtoo waa madax qaran weeyaan waa berinta hogaamiyaashii waddanka weeyaan in tallaabooyinkooda iyaga la fahantooda laga war hayo waa loo baahan yahay waxaan ku soo gabagabaynayaa shacabka reer somalilan waxaan leeyahay isku duubni ha la muujiyo xilli adag baynu ku jirnaa xukuumaddii kulmiya sidii aynu ka filanay noqon weyday waynu iska bedelaynaa diyaar baynuna u nahay taa waxaynuna ka rajaynaynaa inay wax khayr qaba inoo bedelaan ta inoo bedeshaa hadday hagaag weydana de waynu iska bedelaynaa ilaa inta aynu ka helanno wixii aynu doonanay ee wanaagsanaa laakiin diyaar uma nahayn xilliga kan wixii aynu ka nimid ee ka soo cararnay ama aynu ka cabananay wax ka sii xun dooni maynu diyaarna uma nihin shacabkuna arrinta waa u bislaadeen waxaan sheeki ku jirin in arrimaha qabyaaladdu ay aada inoo saameeyeen in doorashooyinkii deegaamadu ay wax weedan inoo geysteen in xukuumaddan kulmiya ay musuq maasuq iyo kala qaybin badan ay waddankii dhex dhigtay in dadkii mooral ahaan uu intii xukuumaddani timid dadkii mooral ahaan ay dilmeen oo waddankii laga sii qaxayo meeshii awal loo soo qaxi jiray ha la dulqaato ha la samro in yar baa dhiman waa guulaysanaynaa waana iska duwaynaa tan meesha kharibtay wax wanaagsan oo khayr qaba ayaanu idinku bishaaraynaynaa wixii aad raadinayseen baanu idiin wadnaa haddaanu nahay xisbiga waddanina waxaanu idiin soo jeedinaynaa inaad waxaad ku farxi doontaan nagala kulmi doontaan haddii aanu ku guulaysano xilka waddanka oo aad odhan doontaan tanina tanina oo kalena ma soo socotay haddii allaha awoodda lihi ogolaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inagoo barnaamijkeenin intaa kusoo gabagabanayna waxaan idinka mahadcelinay waqtigiina qaaliga aad surteen eaad ku muujiteen fikirkiina iyo si aad u aragtaan falka foosha xun ee lagula kacay musharaxa madaxweynaha xisbiga ucud jamaal cali xuseen intaynu barnaamijkan ku kulmi doono waa anigoo maxamed luqmaan ah salaan media asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu